اصبحنا اصبح الملك لله ولا اله الا الله سيدنا نبينا محمد رسول الله. احنا في سوق بسيون تبع الغربيه ومعاكم قناه المعوش. اليوم يوم 18/3/2024 وتعالوا نشوفوا اسعار الاغنام والكبوش اللحم الضاني والغنم الوالده والعشر. بسم الله ما شاء الله كل حاجه موجوده. السلام عليكم الرجال، كل سنه طيبين. السلام عليكم يا شيخ العرب، كل سنه طيبين. الله يقويك ويعينك ويصلح حالك وحال الجميع يا رب، اللهم امين. يعني في لحم ووالد وعشر وكل حاجه ولا الله فيه؟ الله يقويك ويعينك. بسم الله ما شاء الله، اللهم صل عليك. نبتدي بالكبش ده الاولاني ده. بسم الله ما شاء الله، الله اكبر. دروبه ولحم ده كسر قد ايه؟ اربع سنات. بسم الله ما شاء الله، دروبه ولحم يا جماعه. بسم الله ما شاء الله، ربنا يبارك للمال واصحاب المال، اللهم صل عليك. الله اكبر. عامل ايه يا صاحبي؟ عامل 17 الى 200. 17 الى 200، بسم الله ما شاء الله. يعني الكيلو بكام قايم كده في الكبوشه برضه عشان الناس اللي عايزه بالكيلو؟ ب 200. رجع ب 200. ما فيش اقل من 200؟ لا لا والله، ب 200 في الكبوشه يا جماعه. بسم الله ما شاء الله، الله اكبر. يعني تقريبا كده يجي كم كيلو قايم يا حاج؟ 120. ده يجي 85. يجي 85 قايم كده. بسم الله ما شاء الله، الله اكبر، الله اكبر. 85 كيلو قايم يا جماعه. بسم الله ما شاء الله، الله اكبر، اللهم صل عليك يا رب، الله اكبر. اول واحده دي والده؟ اول واحده والده ابنها. هات الناجل والده. بسم الله ما شاء الله. انا مسكها ذكر خلفه. ذكر خلفه، خلفه ذكر. بسم الله ما شاء الله، الله اكبر. هات محمد دينا. كم ولد الاولاد يا صاحبي؟ دي ثالث ولد. ثالث ولد عامله كام بمرد الله؟ عامله 14800. 14800. احنا عايزين اسعار بمرد الله برضه عشان في ناس هتبيع وتشتري عليه. الله اكبر. نخش على الفرحه ده. بسم الله ما شاء الله، اللهم صل عليك. انا جاي لك اهو. انت بسم الله ما شاء الله، الله اكبر. خلف بتاعها ده؟ ايوه يا باشا. بسم الله ما شاء الله. كم ولد برضه؟ دي ثاني ولد. ثاني ولد. كسره قد ايه؟ معاه خناصر. بسم الله ما شاء الله، والخلف نتاعي. الله اكبر. عامله ايه مره اخرى يا صاحبي؟ عامله 15. 15000. بسم الله ما شاء الله، 15000. الله اكبر. بسم الله ما شاء الله. اللي جاي لك خش على الجوز دي. ايش خش؟ طب دقيقه واحده بس، نبص على لما انا جاي لك اهو. اللهم صل عليك. دي وران تيتين. دي وران تيتين. بسم الله ما شاء الله، الله اكبر. تيتين صلاه النبي عليهم يا جماعه. هم بسم الله ما شاء الله. ويد الأمة هي. والأمة يا صلاة النبي عليه. كسرة قد الأمة برضو؟ كسرة أربعة. بسم الله ما شاء الله، كسرة أربعة، الله أكبر. 200 صلاة النبي عليهم هم. بسم الله ما شاء الله، الله أكبر. عاملة إيه يا صاحبي؟ عاملة 19000 خلفها يا جماعة. 200. بسم الله ما شاء الله عليهم، ربنا يبارك للمال وأصحاب المال، الله أكبر. خش على الفرحة يا صاحبي. كبش يا جماعة برضه هو. بسم الله ما شاء الله، اللهم صل عليك يا نبي. بسم الله ما شاء الله، كبش. الله اكبر. كسر اربعه الكبش؟ ايوه. بسم الله ما شاء الله، اللي الارباب. بسم الله ما شاء الله، المال. الله اكبر، الله اكبر. كسر اربعه. عامل ايه يا صاحبي؟ عامل 13,500. 13,500 وكسر اربع سنات. بسم الله ما شاء الله، اللهم صل عليك يا نبي، الله اكبر. ايه اللي في ريحه ثانيه يا صاحبي؟ دي رخيه. دي رخيه يا جماعه الولاد اهي. بسم الله ما شاء الله، الله اكبر. رحية خلف الولادة. بسم الله ما شاء الله. كسرة قد ايه يا صاحبي؟ كسرة خلاص. هتولد النهاردة يا ابو. هتولد النهاردة. 7,500. 7,500 ورخية. هتولد النهاردة بكرة. بسم الله ما شاء الله، الله اكبر. بسم الله ما شاء الله. معكم ايه تاني؟ مع محمد بقى. محمد صلاح يا حاج محمد لا مؤاخذة. بسم الله ما شاء الله. طب ادينا الرقم يا صاحبي الاول. الرقم 010 66 11 78 54. الاسم والمكان. مبروك محمد مبروك هيبة. المعلم مبروك محمد مبروك هيبة. قاعد فين بالظبط؟ كفر الحمام بسيون غربي. كفر الحمام بسيون غربي. اي حد يتواصل معاكم بالله عليك تعملوا معواج. وتحياتنا وسلامنا برضو للاخوه اخواتك المحترمين، الله يبارك لهم. وكل سنه طيبين. الله يبارك لكم ويصلح حالكم. الغربية ناس مية مية، ربنا يبارك لهم ومصلح حالهم. الخلف يا جماعة عمر. كانوا دي ولد بكرايه. دين تيتين. بسم الله ما شاء الله، اللهم صل عليك يا خلف لتيتين يا جماعة، الله أكبر، الله أكبر. بسم الله ما شاء الله. كسرة قد إيه يا صاحبي؟ مساوية على الأول. سنوات يا جماعة مساوية على الأول. أنا جاي لك أهو يا صاحبي، دقيقة واحدة.
حاضر مساوي على الاول. عامله ياما صاحبي؟ 23,500. 23,500 والخلف نتايتين. بسم الله ما شاء الله. واحده ورا خروفين ب 19,500. واحده ورا خروفين الاثنين جنب بعض دول وكسره يو. عامله ياما اخره 19,500. 19,500. بسم الله ما شاء الله. الله اكبر. كل الوالد اللي هنا في كل والد هي مش بس والفرد. في اللي جوز وفي اللي فرد. اللهم صل عليك يا بسم الله ما شاء الله. الله اكبر. ما تسمي لنا كده الاسعار برضو عشان الساده المشاهدين. ايوه والد وراه ذكر ب 19,500. 19,500 15,100 وراه الذكر ده. وراه ذكر بكام؟ 15,100. 15,100 بسم الله ما شاء الله. واللي في لحه وديت ودي لحه ودي لحه ب 10,000 كسر ياما لحه كسر اربعه كسر اربعه. واللي في لحه والد والد وراه ذكر وراه ذكر ابنها الكبير ده. ابنها الكبير ده بسم الله ما شاء الله. عامله ياما؟ ب 14,000. 14,000 واللي في الحديد. ودي وراه انتيتين. ودي وراه انتيتين بسم الله ما شاء الله. ب 19,000. 19,000 يعني دي السعر الحقيقي الله وكيل اللي هتبيع بيه بمرض الله. الله يبارك لك وسط حالك. الله يبارك لك. ودي ب 19,500 وراه ذكر وانتاي. وراه ذكر وانتاي ب 19,500. صمت يا جماعه اللي عايز يفتح بيت بمرض الله. الله اكبر. اللي عايز يبدا مشروع يا جماعه في الحواله اهوت الوالده بسم الله ما شاء الله. واللي في رحه دي يا صاحبي ديت 19,500 وراها 19,500 وراها خروفين ذكر وانتاي. بسم الله ما شاء الله. والخرفان بقى اللي في الناحيه الثانيه اللي هناك دي الكره كلها. ايوه يعني كله لباني. ايوه لباني. بسم الله ما شاء الله. عامل كام خروف؟ سعر عشرات ونص ببعض. عشرات ونص ببعض يا جماعه امت. بسم الله ما شاء الله. صور عليها ولبنيات ما كسروش ولا سنه امت. اللي عايز حته لحمه بالهنا والشفا. الله اكبر. بسم الله ما شاء الله. اللهم صل عليك يا نبي. 42,000. طب اللباني ده امه الكيلو فيهم بكام برضه؟ في ناس بتعوز بالكيلو. ب 220. 220 اللي ما كسروش دول. ما كسروش دول. ما كسرش ده ب 220 يا جماعه. اللي كسر اربعه ده واللي كسر جوز ده ب 200. ب 200 اللي كسر اربعه واللي كسر جوز، لكن اللباني ده ب 220. الله يبارك لك. اللي عايز يوزن ب 220 الكيلو قايم يا جماعه في اللباني اللي ما كسرش ولا سنه اهوت. حته لحمه زي الحمام بسم الله ما شاء الله بالهنا والشفا اللي هياكل. الله وانا غنم عشر برضه. وفي غنم عشر برضه بسم الله ما شاء الله. اللهم صل عليك يا نبي. ربعيتين اول ولد هم. ربعيتين اول ولد. 20,000. الاثنين؟ ايه. بسم الله ما شاء الله. خسرين جواه. خسرين جواه. ايه. يعني الاثنين عشر برضه و الاثنين الواحده ب 10؟ ايه. ولا واحده احسن من واحده شويه؟ واحده احسن من واحده شويه. هم الاثنين على بعض ب 20 يعني. ايه. الله يبارك لك ويصلح حالك وحال الجميع يا رب. اللهم امين. ادينا الرقم يا صاحبي برضه اللي عايز حاجه اتواصل معاه. 0100 49 4973 89 الاسم والمكان. محمد صلاح الغنام. المعلم محمد صلاح الغنام قاعد فينا صاحبي. العجوزين. العجوزين سوق كفر الشيخ. دي سوق كفر الشيخ. الله يبارك لك. انس ونورت في الغربيه النهارده. انتوا ناس محترمين. الله يقويكم ويعينكم ويصلح حالكم. اهم حاجه المصداقيه بمرض الله. الله يبارك لك ويصلح حالك في مالك وفي عيالك وفي صحتك. اللي عنده مصداقيه بمرض الله ربنا يبارك له، واللي ما عندوش مصداقيه ربنا يهديه. يا رب. صباحك ابيض ان شاء الله. كل سنه وانت طيب يا صاحبي. اهم حاجه في التعليق تذكر الله وتقول لا اله الا الله. ربنا يبعد عنك وعننا البلاء يا رب. اللهم امين. اللي عايز غنم يا جماعه والده وعشر ولحم مع الناس المحترمين بتوع كفر الشيخ. الله يبارك لهم ويصلح حالهم وحال الجميع يا رب. اللهم امين. ما تنسوش ذكر الله ورسول الله. ربنا يبعد عنكم وعننا البلاء. اشكر الله. قل لا اله الا الله. قل لا اله الا الله. الله اكبر. تذكر الله ربنا يبعد عنك البلاء. تسمع ذكر الله تقول لا اله الا الله. اشكر الله. قل لا اله الا الله. الله اكبر. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. كل عام وانتم بخير يا امه محمد عليه الصلاه والسلام داخل مصر وخارج مصر وفي جميع دول العالم. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.